أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: كيف نفهم حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه لما استمع النبي صلى الله عليه وسلم لقراءته فقال: لو علمت أنك تسمع أحضرته لك تحية. أبو مسعود أبو موسى الأشعري. يقول: لو علمت أنك تسمع لحضرته لك تحذيرا. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: كان حسن الصوت رضي الله عنه، أبو الحسن الأشعري كان حسن الصوت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إلى صلاته وقراءته بالليل، يقف يستمع. فقال: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. قال: لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحذيرا، يعني زينته بصوتي تزيينا. فلا بأس بذلك إذا كان القصد من ذلك تحسين الصوت بالقرآن لأجل إجلال القرآن وتأثيره على السامعين، هذا شيء طيب. نعم.